بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد إخواني الكرام الأحبة، ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إن الأنبياء كانوا من أعظم الناس شكرا لله عز وجل. الله جل في علاه يقول عن نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويقول ربي سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. كان شاكرا لأنعم الله عز وجل. أعظم الشاكرين من؟ وسيد الشاكرين من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من القيام، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فإن الله عز وجل قد مدح أيوب عليه السلام عندما صبر على البلاء، ابتلاه الله عز وجل بالمرض 17 سنة وهو طريح الفراش، ثم الله عز وجل بعد صبره قال عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ويكفي أن أقول: فإذا أذنب استغفر قول الله عز وجل عندما قال في سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. جزاكم الله عني كل خير، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.